كنا عرضنا في الحلقة الماضية اللي خصصناها لموضوع ظاهرة حرق الكنائس في مصر، وعرضنا أمام حضراتكم 11 كنيسة تم فيها اشتعال النيران، والسيناريوهات كانت مختلفة، لكن في النتيجة اتقال الكلام أو اتقال إن السبب واحد وهو الماس الكهربائي، وفي ناس طلعت بقى بنت على هذا الادعاء وقالت إنه مطلوب إجراءات أمن وإجراءات سلامة أكتر في الكنائس، ومجلس النواب اتحرك في هذا الشأن أيضا وطالبوا بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل دور العبادة، وطبعا هم يقصدوا الكنائس فقط في هذا الشأن. لكن ظهر في الأيام القليلة الماضية تقرير جديد بالتحديد من أحد المواقع العربية في الآخر في الخارج، واللي اتكلم عن وجود أزمة مكتومة بين الكنيسة والحكومة، وبيقول أن العلاقة تمر بين الدولة في مصر والكنيسة القبطية بأزمة مكتومة، كما وصفها أحد البرلمانيين الأقباط مقرب بالكنيسة، تحدث إلى موقع العربي الجديد بشرط عدم ذكر اسمه، وقال أن الأزمة بدأت بعد مفاوضات قادتها إحدى جهات الدولة السيادية مع مسؤولين كنسيين بشأن بعض الأوقاف التابعة للكنيسة والتي تقع في نطاق مناطق ومشروعات ترغب الدولة باستغلالها في مشاريع اقتصادية وتشارك فيها أطراف خارجية ومنها دول الخليج. هنعود لتفاصيل هذا التقرير بعد ما نتكلم مع ضيفنا الأستاذ نشأت أبو الخير الكاتب الصحفي ومدير مكتب جريدة وطني بالأسكندرية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك تابعت مع كل الأقباط داخل مصر وخارجها ومع كل المصريين على ظاهرة الحرائق التي اشتعلت في تقريبا 11 كنيسة في الأيام الماضية، وكان منهم أعتقد كنيسة من كنائس الإسكندرية. تمام يا أستاذ هاني. بص يا أستاذ هاني، معايا حضرتك؟ أيوة اتفضل. أنا بضع عنوان للمداخلة بتاعتي الماس الكهربائي المشتعل بالفريق كده. وكان حضرتك أن أطرح عدة أسئلة تحث عن تكون شافية. لماذا كل هذا الكم من الكنائس اللي بلغوا حوالي 11 كنيسة بهذا التوقيت بالذات تحترق؟ وبهذا الكم السؤال الذي يطرح نفسه، هل هي مصادفة أن يتواكب ذلك مع فض ربعة؟ سؤال آخر، لماذا عندما اشتعلت هذه الحرائق يسرع بعض المسؤولين بتوجيه أصابع الاتهام إلى الماس الكهربائي؟ لماذا لم ينتظروا تقرير النيابة العامة؟ لماذا لم ينتظروا تقرير الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي اللي يقول لنا سبب الحريق ايه؟ ليه بيسرعوا على طول يقولوا الماس الكهربائي ونستلم الماس الكهربائي؟ لكن انا عايز اتوقف سريعا امام ثلاث كنايس من ال 11. كنيسه ابو سيفين في امبابه، وكنيسه الانبا بشوي في شرق المنيا، وكنيسه مريم القبطيه في اسكندريه في منطقه العمراوي. لكن بالنسبة لكنيسة أبو سيفين اللي راح ضحيتها أكثر من 41 شهيد غير المصابين، لو كان نفترض زي ما هم قالوا وتصارعوا وقالوا إن سبب الحريق انقطاع التيار الكهربائي واضطروا تشغيل المولد الكهربائي ثم عادت الكهرباء فعادت فحدث خلل أدى إلى الحريق. طيب ليه سرعتوا باتهام الماس الكهرباء
ليه ما انتظرتوش تقرير النيابه يقول سبب الحريق بس كهربائي ولا لا؟ ليه ما انتصرتوش نعمل الادله الجنائيه يقول لي ماس كهربائي ولا لا؟ ده تساؤل. كل ده صارعوا بتوجيه الاتهام للتيار الكهربائي قبل وصول تقرير النيابه العامه ومعمل الادله الجنائيه. طيب لماذا صارعت الهيئه الهندسيه ترميم الكنيسه؟ شكرا. انت هترمميها وترجعيها زي الاول ولو في حاجه تالفه تصلحيها. لماذا صارعوا ما انتظروش لما يصدر تقرير الادله الجنائيه وتقرير النيابه ورفع الادله عن سبب الحرائق وبعد كده يتم الترميم؟ ما يتمش قبل ما يوصل تقرير النيابه ولا تقرير المعامل الجنائيه. النقطه الاهم في هذا الموضوع، ليه تاخرت الحمايه المدنيه متمسكه بسيارات الاسعاف وطيارات المطافي لاكثر من ساعه او ساعه ونص رغم ان هي قريبه جدا من مكان الكنيسه المحترقه والجثث مرميه في الشوارع؟ كان يمكن انقاذ ارواح من الارواح التي ازهقت بسبب الحريق او بسبب الدخان، لكن تاخرت طيارات الاسعاف والطيارات اكثر من ساعه او ساعه ونص، لكن يجي مسؤول يقول لي ده وصلت بعد بدايه الحريق بدقيقتين. هي اللي وصلت سياره ايه؟ سياره اسعاف واحده وعشرات مرميين؟ فين بقيه الطيارات اللي جت بعد ساعه او ساعه ونص؟ كان يمكن انقاذ عددا من الضحايا والشهداء. تساؤل اخر، هل اجهزه الحمايه المدنيه جوه الكنيسه كانت جاهزه فيها اطفاء حريق واطفاء كهرباء وفيها خراطيم مياه؟ طيب هل الكابل الرئيسي الموصل للكنيسه هل البلديه او الحكومه شافتوا ان ده بيتحمل الاحمال الكهربائيه ودعمته وقوته بحيث حتى لو كانت في احمال زائده يتحمل ولا ماذا؟ تساؤلات كثيره حائره تطرح انفسها ونريد ان اجابه شافيه عليها ولا نجد اجابات. انتقل للنقطه الثانيه في كنيسه الانبر شور شرق المنيا الجديده. شد الحريق بيها صارع البعض المسؤولين وقالوا ماس كهربائي. طب انتوا قلتوا ماس كهربائي مش عرفتوا ماس، هل انتوا فنيين واخصائيين فيكون عارفين ان ده ماس كهربائي؟ بينما راعي الكنيسه والكاهن قال ده في حوالي 250 من الاطفال كانوا بيعملوا كرام والكرام خلص كده ومشيناهم كده، وبعد ما مشيناهم طفينا الانوار وفصلنا الكهرباء واغلقنا الكنيسه. جه منين استباس الكهرباء؟ النط منين وجابه؟ جبنا منين الماس الكهربائي؟ برضه ما انتظرتوش لا ادله، لا ادله، لا ادله جنائيه ولا معمل جنائي ولا تقرير النيابه نقاب النيابه العامه، ما انتظروش، قالوا ماس كهربائي. وبعد كده لما القسيس او الكاهن بتاع الكنيسه قال دي احنا كويس ان احنا لو الاطفال دول موجودين زمانهم في عداد الضحايا، لكن احنا خلصنا وقفلنا الكنيسه وفينا الانوار وفينا الكهرباء، جت منين الناس؟ بعد كده يخرج علينا حد تاني اصل في طفلين جوه الكنيسه، طفلين دول لعبوا بالشموع، الشموع اشتعلت في الستاير، شمعتين اشتعلوا في الستاير يحرقوا كنيسه باكملها، كنيسه باكملها، مسبح وسجاد ومكت وستاير وكراسي كله تحول الى حريق مدمر. اين الحقيقه في هذا الامر؟ اسئله اطرحها واريد اجابه عنها ولا اجد اجابه، ولا اجد اجابه، وكان لا حياة لمن تنادي. الى متى؟ الى متى سنظل في هذا الوضع؟ انتقل بقى الى الكنيسه الثالثه
وهي كنيسة مريم القبطية السائحة في منطقة. معايا يا أستاذ هاني؟ أيوه سامعينك، اتفضل. أستاذ هاني أنتقل للكنيسة الثالثة بقى يا أستاذ هاني. كنيسة مريم القبطية السائحة في منطقة العمراوي بالمنظرة التابعة لقسم المنتزة السامي محافظة الأسكندر. أدي وصف كده دقيق للكنيسة، والوصف ده يعني أنا بقوله على خدته على لسان الكاهن المسؤول، يعني كلام واقعي وحقيقي، لا هزود ولا هنقص، لا تهوين ولا تهوين، حقيقة بتطرح نفسها. لما حصل الحريق في الكنيسة قالوا إيه؟ قالوا ماس كهربائي. طب إيه رأيكم بقى؟ الكنيسة دي بالذات ما طلعش ماس كهربائي، طلع بفعل فاعل، طلع بفعل فاعل. وإليك تفاصيل هذه الحادثة. الكنيسة بتشغل الدور الأرضي بمساحة حوالي 60 متر، ويعلوها الدور الأول العلوي مفتوح عليها ب 60 متر بالكنيسة. ويعلو الكنيسة ثلاث أدوار علوية، الثاني والثالث والرابع بتسكن فيه أصحاب هذه العمارة اللي فيها الكنيسة، وهم أسر مسجد. الدور الخامس ده عبارة عن بيت خدمات تابع للكنيسة. في يوم النهضة أو ليلة عيد النهضة بالذات تقريبا، والكنيسة مزدحمة منطقة الحضرمات ومفيش أماكن جوه الكنيسة، الناس كانت واقفة بره الكنيسة في الشارع. فجأة لقوا الكنيسة بتتحرك، القسيس وقف أو الكاهن وقف الصلاة، ودخلوا بيهم أولاد وأقارب من قصورهم، وبدأت الناس تتدافع في الخروج بعد ما إيه في حريق في فوق الكنيسة، والدخان الكثيف وصل للكنيسة. هنا الكارثة كانت في التدافع. كنيسة صغيرة، شارع مساحته 4 متر، الباب ضيق بما يتناسب مع الكنيسة، وبدأ التدافع في الكنيسة للنجاة بأنفسهم. هذا التدافع كان ممكن يؤدي إلى كارثة، والناس تقع في بعض، وأطفال وسيدات وفتيات وعواجيز ورجال، كان ممكن تبقى كارثة زي الكارثة اللي ضاعت فيها 41 من كنيسة الدابة. طيب أنا بقول لك ليه بفعل فاعل؟ معايا أستاذ هاني؟ سامعينك، اتفضل. ألو؟ بفعل فاعل ليه؟ في وش العمارة اللي فيها الكنيسة عمارة موجهة ليها، وبقول لك المساحة 4 متر، يعني البلكونات قريبة جدا من بعض، ممكن يسلموا على بعض. فشخص من الجيران من العمارة المقابلة للكنيسة رمى على الدور الرابع في أحد الأيام شيء مشتعل، تقول عود كبريت، تقول سيجارة، تقول جسم مشتعل أيا كان، فاشتعل في الستارة بتاعت البلكونة اللي في الدور الرابع. راحوا بلغوا اسم الشرطة، بعت واحد من المباحث أو صول، وجه إيه الوضع، حصل كذا 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 كذا، خد علم بالواقعة. فبتتهموا مين؟ قالوا له إن هو من الدور اللي في الشينة، يا الرابع يا الخامس اللي فوقيه، لكن احنا ما شفناش الشخص، لكن في شخص هو اللي بيرمي الحرائق دي. جه مره ثانيه راح رامي الجسم المشتعل على حجره داخل هذه الشقه ولعت فيه مخده. جه المره الثالثه بقى، ده تقريبا كان بيراقب الكنيسه، وتكون النهضه شغاله ومزدحمه بالمصلين الابرياء اللي اجتمدوا ربنا وبيصلوا وبيدعوا لاجل الوطن ولاجل الشعب ولاجل الحكام ولاجل خير البلاد، يكون ده جزاهم، واخد بال حضرتك؟ ايوه. فتقريبا يراقب هذا الشخص الكنيسه مزدحمه والناس، ولقى فيه غسيل كثيف في هذه البلكونه وستاره، رمى الجسم المشتعل اشتعل في الغسيل،
في السفارة، والنار والدخان عمل وصل للكنيسة، فلقوا نار طالعة من فوق المبنى بتاع الكنيسة، والدخان واصل، الناس اتخنقت. وقف القسيس اسمه ابونا يقول العزت، راح موقف الصلاة فورا، وحق الناس تطلع. واخد بال حضرتك، في شاب اسمه عبد المسيح تصدى القصايا حاول يطفي، اتحرق او انطفى، ونقلوه الى مستشفى القديسين بسيدي بشر في العنايه المركزه من الاصابات التي اصابها. طبعا الواقع واضح، ده ان بفعل فاعل، هذا الفاعل المعود اثناء نصب الكنيسه واكثر من مره عشان يشتغل فيه وينزل على الكنيسه والفكر اللي فيه. ده تساؤل، هل وصلتوا اليه؟ التحريات هي اللي تجيبه، هو في البيت او العماره اللي فيش العماره اللي فيها الكنيسه ومحصور بين الدور الرابع والخامس، انتوا اللي تجيبوه. وليه بيعمل الحريقه؟ وليه عايز يحرق الكنيسه؟ والناس دي لو في التدافع طلعت ووقعت فوق بعض وحصلت كارثه. هذه اسئله حائره تبحث عن اجابات. مش كل واحد يطلع لي ويقول المثل الكهربائي. طب نفترض المثل الكهربائي في كنيسه ما او في كنيستين او ثلاثه، في كل الكنائس كان المثل الكهربائي، ما طلعش في كنيسه الانبا شوف المنيا الجديده، طلع بعد كده قالوا لنا شموع. طب وكنيسه مريم المصرية السائحة اللي في المنظرة في اسكندرية، ما طلعش ناس كهربائي للأسف، طالع بفعل فاعل. هذه الأسئلة تطرح نفسها وتبحث عن إجابات شافية. أيوه، طيب الأمن عمل إيه في هذه في هذا الاعتداء؟ إيه يا أستاذ هاني؟ الأمن كان إيه دوره؟ ما هو الأمن دوره طبعا، ما هو لما حصل الحريق في الكنيسه دي طبعا الامن جه وقيادات الامن جم واطفى الحريق وانقذوا الناس باستثناء الشاب اللي اسمه عبد المسيح اللي في مستشفى القديسين، وبيجري بقى تحرياته ويعمل تحرياته ويقول لنا الشخص، هذا الشخص المتسبب في القاء الاجسام المشتعله بغيه احراق الكنيسه، يقولوا لنا ده مين، يجيبوه لنا ويحققوا ويجيبوه لنا. ايوه يعني هل عند حضرتك لا. هل عند حضرتك اي اخبار ان هم قبضوا عليه او بيحققوا معاه؟ صراحه انا كنت قبل المداخله معاك يا استاذ هاني لسه كنت مع اتصال مع اب الكاهن ابونا يقيل القسط يقيل عزت عشان اساله على جزئيتين. الجزئيه الاولانيه مصير الشاب عبد المسيح ده المصاب في العنايه المركزه، خرج ولا لا؟ والجزئيه الثانيه كانت هل تم التحقيق والقبض على المتهم الاصلي في هذه محاوله احراق الكنيسه، وهل تم التحقيق معه وتم الوصول اليه؟ فطبعا جاتني المداخله فما ملكتش ان انا اخذ الاجابه منه، لكن ان شاء الله حينما نصل الى تحريات المباحث والنيابه ويوصل المساعد الاساسي نقدر نتواصل مع حضرتك وافيدك باللي تم في الموضوع. وهو كذلك وهو كذلك في حلقات قادمه باذن ربنا سيكون لنا شرف اللقاء واستضافتك مره اخرى. متشكر جدا لحضرتك الأستاذ نشأة أبو الخير الكاتب الصحفي ومدير مكتب جريدة وطني بالإسكندرية. طبعا التقرير اللي كان صدر بالخارج وقالوا أنه على لسان أحد أعضاء مجلس البرلمان أو مجلس النواب المصري ورفض أن هو يقول اسمه، اتكلم عن أن أزمة بدأت بعد مفاوضات بدأت بين أجهزة سيادية داخل مصر مع مسؤولين كنسيين بشأن بعض الأوقاف التابعة للكنيسة القبطية والتي تقع في نطاق مشروعات ومناطق ترغب الحكومة باستغلالها في مشاريع
اقتصادية وتشارك فيها أطراف خارجية ومنها دول خليجية. البرلماني أوضح أن الكنيسة رفضت المساس باللوقاف التابعة لها، على الرغم من أن المسؤولين في الجهات السيادية قالوا أن وزارة الأوقاف الإسلامية وافقت على تسليم بعض من أوقافها وبعض من ممتلكاتها إلى الدولة لكي تستغلها في مشاريع استثمارية مع دول خليجية، لكن رفضت الكنيسة المصرية أن هي تتنازل عن بعض الأوقاف القبطية لصالح الدولة ولصالح الاستثمارات الخليجية الخارجية. أيضا شهدت بعض المحاولات من بعض نشطاء أقباط تحاولوا أن هم يتواصلوا مع ويتوسطوا بين الكنيسة وبين الجهات السيادية علشان يوفقوا ما بينهم، يكون هناك بعض من المرونة من داخل الكنيسة للتنازل عن الأوقاف القبطية، ويعني من ناحية أخرى يطلبوا من الجهات السيادية إن هم ما يطمعوش قوي في الممتلكات والأوقاف القبطية علشان يستغلوها في الاستثمار. لكن واضح أنه أيضا هذا الوضع أو هذه المحاولات باءت بالفشل، وأن هناك أزمة يعني متغطي عليها ما بين الطرفين، جهات سيادية عايزة تستولي على أوقاف قبطية لصالح استثمارات خارجية خليجية، بينما الكنيسة القبطية داخل مصر مصممة على عدم التنازل، وده من حقها لأنه لا يحق لأي أحد من الكنيسة القبطية أن يتنازل على أي من ممتلكات الكنيسة، لأن هي مش ملك أي فرد ولا ملك أي يعني فترة من الفترات القبطية. لا يحق لأي أحد إن هو يتنازل عن الأوقاف والممتلكات القبطية، وده للأسف اللي أدى إلى يعني صدام مع أحد الأجهزة السيادية للدولة، وده اللي أكد إنه 11 كنيسة تشتعل فيها النيران لم تكن وليد الصدفة، وشيء مش صدفة إنه تشتعل 11 كنيسة في أسبوع واحد أو في خلال 10 أيام. طبعا هناك أجهزة أمنية تستطيع إن هي تتلاعب بالكنيسة وتتلاعب بالكنائس، زي ما قلت لكم في نهاية الحلقة الأسبوع الماضي أن الأجواء الآن تشابه دولة حبيب وجمال لما كانت الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت بتحاول إن هي تهدد الكنيسة وبتهدد الأقباط بأن تطلق عليهم إرهابيين أو تسهل الإرهابيين عملهم باستهداف القبطيات أو باستهداف الكنائس القبطية، وكان منهم كنيسة القديسين بالإسكندرية عندما قامت وزارة الداخلية أيام حبيب العدلي بسحب الحراسة من خارج هذه الكنيسة قبل التفجير بدقائق قليلة. هي نفس الأزمة اللي بتدار أيضا، لكن الخلاف الآن على أوقاف قبطية، وهناك الآن محاولات من جانب أجهزة سيادية داخل الدولة بعد حريق كنيسة أبو سيفين بمبابة والحرائق الأخرى. الدولة منحت قطعة أرض للكنيسة مساحتها 3000 متر من أملاك الدولة بمنطقة مبابة لإقامة كنيسة كبيرة عليها تناسب عدد الأقباط بالمنطقة، بدلا من الكنيسة القديمة التي احترقت. وبعدما كشف التقرير الهندسي الذي أعدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عدم سلامة المبنى نظرا لصغر مساحته ووجوده في شارع ضيق للغاية لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة المترددة على الكنيسة في المناسبات المختلفة. أيضا هناك رسائل أيضا وصلت إن الدولة ستطرح ما تسميه بمشروع كبير لإعادة النظر في موقف بعض الكنائس المماثلة لكنيسة إمبابة، بحيث إنه الدولة هتعطي بعض مساحات من الأراضي لبناء كنائس أكبر
بدلا من الكنائس الصغيرة في مناطق شعبية مزدحمة. وهناك محاولات أخرى أيضا للبحث عن بدائل أكثر ملائمة لأعداد الأقباط في المناطق التي تنتشر فيها الكنائس، وده اللي كان مفروض يحصل لكن بدون أي مساومات. الكنيسة المصرية جزء من هذه الدولة، الأقباط مصريون في المقام الأول، وما يصحش وما ينفعش إن أنت علشان الدولة تخصص للأقباط قطعة أرض يبقى تطلب أمامها التنازل عن أوقاف قبطية علشان تخصص لمشاريع استثمارية بتمويل خليجي. متفاهمين تماما أن هناك أزمة اقتصادية وهناك نقص في الاستثمار الخارجي والعملة الصعبة وتوابعها، لكن ده مش مفروض يكون ضغط من الدولة على الأقباط، وده مش مفروض إنه يؤدي إلى التنازل عن الأوقاف الكنسية القبطية لصالح الدولة. في الأيام القادمة حنرى مدى مصداقية هذا التقرير، خصوصا إنه بيؤكد نفس الكلام اللي كان قاله نيافة الأنبا أرمية في الفيديو القصير اللي اتكلم عليه وعرضناه في الأسبوع الماضي، واللي بيؤكد أن هناك شيء ما تخطط له الأجهزة الأمنية للدولة، واللي كان هو طلب أن هو يفهمه لا لكي نعلن عنه زي ما قال، لكن لكي نعالجه علشان نتفادى مثل هذه الأوضاع والحوادث والاعتداءات في السنوات القادمة. هنعرض أمام حضراتكم هذا الفيديو مرة أخرى اللي يعني مناسب جدا للتفسير اللي صدر عن هذه الأزمة المكتومة ما بين الأجهزة السيادية في مصر وبين الأوقاف القبطية داخل مصر. نشاهد معا هذا الفيديو. وكما تألمنا جميعا الأسبوع الماضي، شعب مصر بأجمعه وأتابع ما يحدث في كل بقعة من أرض مصر، فمن هذا المكان أعلن وأقول أن ما يحدث يحدث بتوقيتات منظمة وفي مواعيد محددة. لا أفحص السبب، ولكن أعلن من ها هنا أن هذا هو جرس إنذار للدولة كلها، فيجب أن نتكاتف معا لنستطيع أن نمر من هذه الأزمة. لا أتكلم عن أزمة الاقتصاد ولا أتكلم عن غلو الأسعار، كلنا في العالم نعاني، ولكن حينما تفقد الدولة محبيها ومن وقفوا معها تكون هذه بداية خطيرة لأمور أخطر، فيجب أن ندرك وأحذر من هذا المكان وأقول يجب أن نوقف هذا ونبحث عما يحدث، لا لكي نعلنه ولكن لكي نوقفه وقفا أبديا، لأن هذه البلد بلد آمن جاءها الجميع ليعيشوا فيها. أنا لا أقلق أبدا مما يحدث، وما حدث قبل أن ندخل الصلاة لا يقلقني ولا يؤثر فينا، لأننا نحن الأقباط نحب كنائسنا، نحب كهنتنا، نحب أسقفتنا، نحب بطرقنا، نحب بعضنا بعضا، وكذلك نحب أخوتنا في الوطن. الجميع في مصر يوقرون السيدة العذراء مريم ويحبونها، ولذلك لا يقلقني أبدا ما أسمعه، لكن ما يقلقني هو التنظيم والتوقيتات التي تحدث فيها. عموما نترك الأمر بين يدي الله، فهو يستطيع أن يدبر أمور مصر والعالم كله، فهو خالق كل شيء وضابط كل شيء. سنراقب وننتظر في الأيام القادمة يعني تطورات هذا الموضوع، وهنشوف إذا كان بالفعل
هناك أي ضغوط لكي تتنازل الكنيسة عن بعض من الأوقاف القبطية. ناخد فاصل ثم نعود مرة أخرى.